بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سأحدثكم عن حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات: احفظ الله يحفظك، أي كن مطيعا لربك مستمعا بأوامره ومنتهيا عن نواهيه. احفظ الله تجده تجاهك، أطيع الله ولا تخالفه، تجده معك في الشدائد دوما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي التوكل على الله في كل شيء واللجوء إليه وعدم التعلق بغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أي هنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هنا تأكيد على كل ما سبق ذكره. أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن أطاع الله ورضي بقدره خيره وشره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.